الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الحبيب وعلى آله وأصحابه الطهر الميامين وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، أوصيكم دائما وأبدا بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول القرآن أن الله خلق الإنسان في كبد، قيل في نصب وتعب، ولقد حذر الله عز وجل من قبل آدم من أن يأكل من الشجرة فيخرجه الشيطان هو وزوجه فيشقى، وقال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن قدر الله غلاب، لأن علمه وإرادته أرادت أن يعيش آدم وأبناؤه في كبد ونصب وتعب وفي شقاء. والشقاء هنا المذكور في سورة طه ليس معناه ضد السعادة، الشقاء هنا هو العمل والكد وراء مطالب الجسد والأهل والولد. الشقاء هنا العمل، والكبد هو التعب والنصب في تحصيل مصالح الدنيا من أكل وشرب ونكاح وملبس ومسكن. فهو من هذه الناحية كسائر الحيوانات، يتعب وينصب في تحصيل ما به قوامه في الحياة الدنيا كي يعيش، خاصو يلبس، خاصو يأكل ويعيش في مجتمع، وهناك مطالب وتربية الأولاد. بخلاف الحيوان، تربية الأولاد يعني الحيوان كل ود كيتولد كيجري كيوقف على رجليه. أما النوع الإنساني، تربية الأولاد ورعاية الأولاد يتطلب تعبا ونصبا أكبر. فكان من هذه الناحية تعب الإنسان ونصبه أكبر من تعب الحيوان، خاصة وأن عليه أن ينهض بمقومات الحضارة والثقافة والاجتماع. وكلما تعقدت الحضارة وكلما تعقد المجتمع كثر التعب والنصب،
فوصل بالإنسانية الحال إلى ما نحن عليه من تعقيد المجتمعات والحضارات. وإن كانت هناك رفاهية من جانب، لكن من جانب آخر هناك قلق كبير، قلق وجودي وخوف من مستقبل مجهول، حيث أن العالم دخل في تقلبات سريعة. فالكبد النفسي والسيكولوجي عوض ذلك التعب الجسدي، ثم زد على ذلك تناقضات هذا العالم. يصبح الرجل فيه فقيرا ويمسي غنيا، ويمسي غنيا فيصبح فقيرا، كما أنه يصبح مؤمنا فيمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هي فتن كقطع الليل المظلم، الحليم فيها حيران. فالكبد والنصب على قدر تعقد المجتمع وحضارته وثقافته. كيف يتدين المسلم في هذا الوضع، في هذا الكبد والنصب والشقاء الوجودي المادي السيكولوجي؟ كيف يتدين؟ هناك قاعدة ينبغي أن يراعيها كل مسلم في تعامله مع تعاليم الدين، كي يقلل من كبده ونصبه وشقائه، وإلا كان تدينه زيادة في كبده ونصبه، وقد يترك الدين والدنيا معا. فالطريق طويل والعقبة كؤود. قبل أن نتحدث عن هذه القاعدة البسيطة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له، نذكر بمسألة عقائدية مهمة ينبغي لكل مسلم أن يضعها نصب عينيه، هو أن الله أنزل هذا الدين لإسعاد الناس لا لإشقائهم، من الناحية النفسية والروحية. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بمعنى الذي هو ضد السعادة. أما الشقاء الذي هو العمل في تحصيل الرزق وبناء البيت وتربية الأولاد، فهذا كل الناس فيه سواسية. المؤمن كالكافر في هذه القاعدة، لا بد من عمل، ولا بد من تربية، ولا بد من بحث عن أكل وشرب وملبس ومسكن. فما علاقة الدين بشقاء الدنيا؟ الشقاء المادي الذي هو بمعنى العمل الدنيوي، العمل الدنيوي لا العمل الديني. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لم ينزل القرآن ليزيد من إشقاء الناس وهم أصلا في تعب ونصب وكد، إنما جاء ليخفف عنه وطأة التعب والكد والنصب، وليسعده في الدنيا والآخرة. ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته في مكة، كما يذكر أصحاب النزول، كان يطيل صلاته حتى يراوح بين قدميه من كثرة التعب. عندما نزل عليه القرآن كان يكثر من العبادة حتى تنتفخ قدماه. فجاء القرآن قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا تعب كبير، وخاصة أن الإسلام يريد أن يعطي صورة للناس جميعا أنه دين سمح ليدخل الناس فيه، لا ليهرب الناس
منه. هذا الدين اللي واعر وشديد، كيفاش يدخل ليه؟ ديجا الناس في المشاكل وكذا تقول لي الدين هذا غتدخل فيه، راه ما تخرج يا اخويا، كاع ما ندخلش فيه الا ما غادي نخرج، ما ندخلش هذا السوق هذا اللي ما غادي نخرج منه، علاش ندخل فيه؟ ما زلنا على نقص من العباده ديالك، والا الناس ملوا دينك، بل حتى المؤمن قد يمل دينه لانه قد يتضرر في دنيا. ولذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه والناس يغنون ويفرحون وكذا، فاراد بعض الصحابه ان يزرموا الناس وان يحبسونهم عن هذا الفرح والغناء وكذا، فقال اتركوهم، لا نريد، اريد ان يعلم اليهود ان في ديننا سعه وفسحه. دين الإسلام جاء دين التخفيف ورفع الأسرار والأغلال، لم يأتي لتكثير التكاليف على الناس، ففي مطالب الدنيا ما يكفيهم، لذلك جاءت أحكام الإسلام تراعي هذا الوضع وهذا المقصد. فعلى المسلم أن يرتب أمره وتدينه على حسب موقعه الاجتماعي. المبادئ ثابتة وصورها التنزيلية ينبغي أن تتكيف على حسب المستوى الإيماني والوضع الاجتماعي لكل فرد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل سرة، لكل عمل يعني قمة في الالتزام، لكل عمل سرة، لكل تدين بعد عميق، لكل عمل سرة، ولكل شرة فترة بعد التشدد والالتزام المتعمق يأتي التعب. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. من الإيمان من طبيعته أنه يزيد وينقص، فإذا زاد إيمان الفرد تعمق في التدين. ولكن حتى في هذا المجال ينبغي عليه أن يرتب أمره، لأن ذلك الإيمان قد لا يدوم وقد يندم على ما فعل. أقول لك أنا أخي الإيمان عندي قوي، يا أخي دير شوية في الثلاجة باش يبرد شوية، لأن قد تدخل في مشروع تديني بعد ذلك يأتيك الشيطان فيندمك على ما فعلت فتصبح من الخاسرين. ينبغي أن تلتزم بالشرع وهو التوسط والاعتدال في كل شيء، ولكل شرة فترة، لأنه دوام الحال من المحال. إيمان الملائكة لا يتغير، مستقر. إيمان الأنبياء في صعود دائم، لا كوربيك خواسونت. وإيماننا يزيد وينقص، ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني تعب من العمل لكن لم ينزل تحت الفرائض. يعني عندما كتكون الغازوال ناقص ما تكسيريش بزاف، لأن تيفا كونسومي بوكو، تمشي بشوية قدرة الإيمان ديالك. فمن كانت فترته يعني تعب، لا ينبغي له أن يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يضيع الفرائض.
ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يفسر هذا الحديث قول علي عليه الرضوان، يقول: إن للنفس إدبارا وإقبالا، إن للنفس إقبالا وإدبارا، مرة تقرب إلى الله، مرة تبتعد عن الله. فإن أقبلت فالزموها بالنوافل. إذا كان الإيمان قوي كثر من النوافل، عمر شوية الزاد كذلك، استغل هذه الفرصة بقدر معلوم وأكثر من النوافل. استغل هذه الفرصة، عندك وقت، أحسست أن لك إيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا لنشاطكم. إذا أحسست من نفسك حب الصلاة فأكثر من الصلاة، لكن بشرط ألا تضيع واجبات أخرى. وإن أدبرت فالزموها بالفرائض. إذا ابتعدت عن الله لا ينبغي أن تنقطع عنه بترك الفرائض. القاعدة الثانية: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، حتى يعيش الإنسان بسلام مع الله ومع نفسه ومع المجتمع. للضرورة أحكم. لذلك فهم علماؤنا أن الإسلام لم يأتي بالحرج، لأن الله عز وجل يقول ذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. افعل الخير وجاهد في الله، ولكن لا تقع في الحرج، جاهد نفسك وأكثر من الخيرات ومن الركوع ومن السجود، لكن إياك أن تقع في الحرج فتمل الدين والله. ولذلك جاءت الرخص: جمع الصلوات، الإفطار في رمضان للأعذار، وفي أحكام التجارة والبيع والملبس والمأكل والمشرب، هناك قواعد وهناك رخص لتتيح للمسلم في وضع الحرج أن تخفف عنه حتى لا يزيد شقاؤه وكبده ونصبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يفقهون عن الله وعن دينه. اللهم تقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.